من الحاجات اللي ممكن يبقى في الحسبان ياخدها كارترون في حساباته وذهنه وهو مواجهة الترجي التونسي في اللقاء الثاني يوم 9 ان شاء الرحمن. واحنا هنا في ملعب الاهلي هنحاول نقدم دور بنعمله زي ما عملناه الاسبوع اللي فات. هنتكلم يوم الثلاث والاربع في تشكيله الترجي اللي هيخوض بيها قدام الاهلي، ومش هتبعد كتير باستثناء شمس الدين زوادي اللي هو عنده انذار ثاني اللي خده امبارح، او فرانك كوم اللاعب الكاميروني اللي برضه خد انذار امبارح، فبالتالي هيستعين باثنين. ما اعتقدش ان هو هيخرج غير عن محمد علي يعقوبي مكان شمس الدين الزوادي، وهيلعب كمان يعني ممكن الشعلالي يلعب مكان كوم ويدفع بسعد بكير قدام يلعب باربعه اثنين ثلاثه واحد. اعتقد هي دي الطريقه اللي مش هيلاقي عنها بديل معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي. لكن التلات والاربع هنتكلم ونستعرض بالتشكيل زي ما استعرضنا بالتشكيل في الاسبوع اللي فات مواجهه الاهلي والترجي او الترجي مع الاهلي في اللقاء الاول، برضه في اللقاء الثاني، لكن ما اعتقدش ابدا انها هتغيب عن اللي انا قلتهم دول مع بعض الاسماء الجديده. ما اعرفش ايمن بن محمد يلحق ولا ما يلحقش اللي هو الباك ليفت، ما افتكرش برضه، او هيثم الجويني يلحق ولا ما يلحقش، ما اعرفش. لكن على العموم يعني من خلال مصادرنا ومن خلال معلوماتنا ان شاء الله الرحمن هنتاكد ايمن بن محمد هيلحق ولا هيثم الجواني يلحق. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي في خلال ال 72 ساعه اللي جايه. لكن اللي عايز اكد عليه واللي يبقى في الاذهان ويروح للعيبه ويروح للجهاز ويروح كمان لكل الجماهير المصريه وكل الجماهير الاهلاويه، ان المباراه ما خلصتش وان النهائي لسه ما خلصش وان الكاس لسه ما جاش، والكاس على عشان تجيبه هتشتغل كتير جدا جدا في الايام اللي جايه، وهتشتغل كتير في رادس. فمهم جدا ان انت هتواجه مواجهه صعبه جدا ومش سهله، مع انك كسبان 3-1، لكن في عالم كره القدم وعلمتنا الحياه ان الكره عامله زي صندوق الدنيا، يعني ما تفهمش او ما تعرفش ايه اللي جوه الصندوق غير لما تفتحه بنفسك. افتح الاول صندوق الدنيا وبعد كده يطلع لك بقى يعني يوم حلو ويوم ظريف، يا اما يوم ما يعلم بها الا ربنا. فالمهم يبقى عندك الاستعدادات اللي تاخد حذرك منها. فيوم الجمعه اللي جاي هيبقى عامل زي صندوق الدنيا، لازم تستعد له بشكل كويس قوي قوي عشان تاخد منه كل خيرات الدنيا وترجع بالكاس باذن الله. لو ما استعدتش كويس تبقى غلطان، اوعى تفتكر ان 3-1 كافيه، اوعى تفتكر ان مهما كان يعني النتيجه وفارق واحداثها معاك بتقلب في ثانيه، بتقلب في ثانيه، الكوره بتقلب في ثانيه. ودايما عندي عقيده او ايمان جوايا ان اقرب مثال لحال الدنيا عامه كره القدم، لا بتقف على حد ولا بتستنى حد ولا بتنتظر حد ولا في دماغها حد اساسا، يعني المشوار هيكمل هيكمل والقطر هيمشي هيمشي. فالواجب بتاعك انت اللي هتعمله، محدش هيعمله غيرك. عايز اروح واصرار وعزيمه وعدم يعني اي من الاشياء اللي تبقى خارج الكوره تبقى في حساباتك او في اذهانك او في تركيزك. انت رايح مركز على 90 دقيقه تجيب فيهم الكاس وتيجي، ال 90 دقيقه دول على ملعب رادس وفي الملعب هناك يعني كل كبيرة وصغيرة كل تفصيلة لازم تاخد بالك منها. هتواجه فريق عنيد جدا وفريق قوي جدا وفريق محترم جدا اللي هو الترجي التونسي. فعلى الجميع أن يعلم أن المباراة لم تنتهي والبطولة لم تنتهي ولسه في شوط هو الأصعب، هو الأصعب. وأن 3-1 مش كافية ومش شفيعة أن هي ترجع لك بالكاس إلا لو أنت اشتغلت على كده. وزي ما كان التعادل السنة اللي فاتت 2-2 ورحت جبت بطاقة الصعود من فم الأسد هناك من رادس، وزي ما كان في 2012 1-1 هنا في برج العرب ورحت جبت البطولة من فم الأسد هناك من رادس، خلي بالك كمان لو ما اشتغلتش البطولة هتبقى صعبة وصعبة جدا كمان. يعني من كل الأحداث اللي شفناها وكل الأمور اللي عدت علينا في حياتنا كلها لازم تعرف كويس جدا إن البطولة لم تنتهي، لم تنتهي. خلي بالكم من الجملة جدا جدا واشتغل عليها. 3-1 مش كافي ومش عدد وافر جدا من الأهداف. فأعتقد أن الكلام ده واصل لكل اللعيبة وخصوصا لعيبة الخبرة اللي موجودة في النادي الأهلي زي حسام عاشور وزي وليد سليمان اللي بحيين، هو عمل ماتش رائع جدا امبارح، رائع جدا. لكن برضه هرجع أقول في لاعب مهم وفي لاعب أخطر أو لاعب خطير. اللاعب المهم امبارح فرقة الأهلي كلهم كانوا كويسين، لكن أهم لاعب فرقة الأهلي امبارح هو عمرو السولية بالتأكيد. عمرو السولية عامل جيم رائع جدا 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 من الثانية الأولى للثانية الأخيرة. ويكفي إن أنا أقول لكم إن اللي عمل الجون الأول الثاني آسف واللي أحرزه هو عمرو السولية. يعني تخيلوا ده عمرو السولية في الصورة اللي قدام. عمرو السولية هو اللي بادئ الباص، بصوا بادئه منين، بصوا عشان تعرفوا الأدوار والروح والعزيمة والإصرار وحب المكان لما يبقى مسيطر على عقلية وشخصية لاعب.
اللي عليه الدايره او المربع اللي فوق ده هو عمرو السوليه، هو اللي باص الباص لوليد سليمان، وليد سليمان يمكن عمل الاسيست في الاخر وعمرو السوليه هو اللي احرز الهدف، لكن بصوا يعني ده عمل الباص عمرو السوليه راحت لوليد سليمان، طبعا احنا ما عندناش الحقوق، وكمل فضلت رجليه تاخده 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 لحد ما سجل الهدف بشماله. فتحيه وتقدير لعمرو السوليه بصراحه، عامل جيم رائع جدا، لازم يكمل كده. حتى فرحته في الصوره اللي تحت، حتى الفرحه في الصوره اللي تحت بتعبر عن شخصيه، عن واحد يعني قمه التركيز، قمه التركيز. الحقيقه انا عمري ما سمعت له صوت خالص غير صوت التدريب وصوت المباريات. اوكي، وليد سليمان عمل ماتش رائع جدا السنه اللي فاتت، او اسف امبارح، بكل المقاييس من الارقام، لكن وليد لسه البطوله انت كمان ما انتهتش، ولسه بطوله تعملها لنفسك ومجد لنفسك. اعتقد ان انت لو ربنا كرم ان شاء الرحمن والاهلي خد البطوله ديت، هتبقى واحد من الاسباب الرئيسيه والاساسيه في حصول الاهلي على بطوله 2018. النجم الحاوي وليد سليمان كان اخطر لاعب امبارح مع النادي الاهلي مع وليد ازارو، بالتاكيد لعب 90 دقيقه، احرز هدفين، ساعد في هدف يعني عمل اسيست الهدف، عدد المحاولات على المرمى 4، دقه المحاولات على المرمى 50%، دقه التمريرات 73%، عرضيات 6، مراوغات ناجحه 1، قطع الكرات 4، حصل على اخطاء 3. يبقى الدرس المستفاد او الدرس الاكبر او الدرس اللي نخرج بيه من اللقاء امبارح ان هي مباراه وانتهت، وشوط وخلص، شوط رخم، شوط ثقيل، شوط عنيف، شوط قوي، شوط من كل المقاييس في كره القدم وعالم كره القدم الافريقيه، شوط في منتهى القوه والنديه، لكن في شوط ثاني هناك في رادس هو الاهم، هو اللي بيكتب سطور النهايه او الصفحه الاخيره من البطوله. نرجع بالتاسعه ان شاء الله الرحمن، نرجع بالتاسعه نشتغل عليها ونخوض اللقاء اكنه اللي هو اللقاء الاول مش اللقاء الثاني. عايزين نعمل نتيجه كويسه، عايزين نكون هاديين جدا، عايزين نتعامل بكل التزام واحترام وادب مع الجانب التونسي، ده مهم جدا جدا ان هو يكون في الاذهان، مهم جدا ان كل واحد يلعب الدور بتاعه، مش شرط تكون لاعب بس عشان تلعب دور مهم في الفوز، ممكن تبقى المسؤول او الجهاز الفني او الاداري او عامل غرفه الملابس او المدلك او التاهيل او ايا كان، انت بتشتغل في منظومه كامله، المنظومه دي لازم كلها تشتغل في دايره واحده من خلال شخصيه او اثنين او ثلاثه بيديروها عشان توصل للهدف الاهم اللي هو البطوله. اوعى تفتكروا ان النجاح بيجي واحد لوحده كده مع نفسه، يعني يشتغل لوحده ويصحى من النوم ويروح النادي ويفتح بوابه النادي ويشتغل ويلبس 11 فانيلا ويلبس 11 شورت ويلبس 11 شوز وبعدين ينزل بقى يلعب الفرق كلها لوحده، الكلام ده مش في عالم كره القدم، انت بتلعب لعبه جماعيه ومتعتها اساسا في جماعيتها، يعني المتعه الاساسيه في جماعيتها، في جمعيه الاداء، الفرق الحلوه والفرق الكبيره لما بتلاقي اكتر من عنصر موجود بشكل مهاري او بشكل قيادي في التشكيله. فعشان كده لازم نبدا النهارده، محدش قوي يعني تشيل او تحط الفرحه في مصاب كبير قوي قوي قوي، وبعدين عندك مباراه هي الاهم والمرتبطه والنهائيه والختاميه واللي بتطلع فيها على منصات التتويج تستلم الكاس، لسه ما جاتش اساسا يعني. فالشوط الاول من المباراه الختاميه خلص خلاص، يعني الحمد لله كسبنا 3-1، نتيجه مش وحشه لكنها مش يعني مش العظيمه قوي، يعني 3-1 نتيجه مقبوله لكن مش مميزه بشكل رهيب يعني. اوكي، ربنا يكرمنا بجول ان شاء الله الرحمن، يكرمنا بالتاني، نشتغل بشكل كويس، نعمل جيم دفاعي كويس، نشتغل على المرتدات بشكل هايل، السرعات مطلوبه جدا لان في هيبقى في اندفاع بالتاكيد، ومع مرور الوقت ده هيبقى يساعد النادي الاهلي. لكن المفهوم الاهم، المفهوم الاهم ان البطوله ما خلصتش ولسه بدري جدا جدا على حسمها، لسه في استعدادات وتحضيرات ولاعيبه لازم تجهز وتشيل مباراه الامس من دماغها خالص وتشتغل بكل حرص وكل جديه وكل التزام على المباراه الثانيه، وتبقى عايز كويس قوي او عارف كويس قوي انا عايز ايه من المباراه، وزي ما قلت لكم قبل مباراة الأولى أو مباراة الترجي الأولى اللي كانت امبارح، يعني احنا كجماهير أو مساندين أو متابعين أو ناس عندها خبرات أو ناس متابعة أو متعايشة مع فرقة النادي الأهلي، بنثق في كل صغير وكبير في فرقة النادي الأهلي، بنثق فيكم جدا جدا جدا، أنتوا كمان عليكم أن تثقوا في أنفسكم، عليكم أن أنتوا تكونوا واثقين جدا جدا في نفسكم، اعمل اللي عليك، يعني النتيجة عند المولى عز وجل هي مكتوبة أساسا، يعني مكتوبة لفرقة من الاثنين، يا الأهلي يا الترجي، الأهلي قطع مشوار لكن لسه ما خلصش، ففي النهاية مكتوبة عند ربنا، لكن أنا هحاسبك على الجهد والعرق، مش هحاسبك طبعا على التوفيق وعدم التوفيق لأن ده بتاع ربنا.